في ترانكيل هذه ساعتنا ثانية 26 دقيقة على راديو ميد. الساعة الأولى دونك ما خلتناش باش نعملوا لانفو انتوكس معنا وين هاربين من لافان انفو انتوكس. يلا دونك تو سويت انفو انتوكس انفو انتوكس انفو انتوكس انا نقول انفو انتوكس بالحق شو تقول؟ أنا أقول أنفو الأولاني أنا أقول الأخبار الأولى أنتوكس وثاني أنفو. أنا أقول العكس الأخبار الأولى أنفو وثاني أنتوكس. أنتوكس أنفو خنقولوا الأخبار خنبدل قول لا ولا بدلت والله ها قدامي ثلاثة أخبار نفس الوقت صار ثلاثة وثالث أنفو غالطة من كل كيال مسلح كلي غالط مسلح يسطو على بنك بحلق الواد بمسدس بلاستيكي أنفو انفو انفو صحيح انتوكس علي صحيح دونك انفو انتوكس انا قلت باش نمشي اجاباتي كما قلت ولا يعديو فيها علينا معناتها خطره تلمو وليت جوستمون كثره البركاجات على البنوك ولا هز فرد بلاستيك ولا فرد بالماء تذكرك فرد بالماء سرق هذا سرق 8 ملايين 8 ملايين 8 ملايين فرد يسوى 5000 فرنك زوز مصالحين شدوهم زوز فرد بلاستيكي زوز مصالحين شدوهم شدوهم فرد 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 بالماء معناتها تصور انا تعرف شنو هوني استنتجت هي الحكايه تضحك تقول فرد بلاستيك اما تلمو ولات سهله ونشوفوا فك السطو على البنوك مش ردع هذا سيد قاعد هاز فرد بلاستيك ومشى للبنكه معناتها لعبه ولات الحكايه رجعت فشيكه تصور ليه لعبه ولات الحكايه شوف وين وصلنا اي خاطر شوف في 10 ايام يدور لي ذي الثالث أي أقل من 10 أيام سات والآخرين معناتها الجمعة اللي فاتت أقل الجمعة هذه آخر جمعة اللي فاتت خمس أيام معناتها والحادثة نتاع القصرين واللي مشى فيها شهيد وسطو 320 مليون يس تضحك ذكرك السيوفة نتاع صغارك البلاستيك اللي بالغاز والمرة تلقى واحد ملثم وفيه السيف هذاك وكلاك السيف اللي يشعل سيف غاز فما ولا فما السيف نتاع البنات اللي يشعل بالغوص فسيف لا لا بالحق معناتها فريمون ولينا شنو تاع السيف غوز باهي اوكي مشكلتك مع السيف الغاز تحب بعديك نفك في العيد اللي بيعمل نعرفك قري لا غوز فما اللي بيعملوا كليماتيزي كليماتيزي تاميزي تاميزي رامج ما يقول لك شنو تاميزي من اللي بديت ليميسيون هما تاميزي تاميزي والله قعدنا في بلاصه تاميزي كليماتيزي تاميز ما بين الزوز عليت على ما فوالا قال لي قلت له انا جادور ان فيت ذاو تاميزي معناتها البلايص اخي قال لي تاميزي فو بيان فوالا خلينا نمشيو للخبر الثاني انفوكس شو تقولوا انتوكس انتوكس انا زيت اه سليم انا ما عادش نقول شبيك انت ساعه رجعت في اخويا ما كنتش من الاول قلت زوز انتوكس واحد انفو لا لا قال قلت انتوكس انتوكس انفو قال انتوكس كهو بعد الوزير الاول لكوريا الجنوبيه رئيس كوريا الشماليه في زياره لتونس كي من العظيم شو مجايبو انتوكس شو مجايبو هو ولا ما حلو قايل شو يجي لا 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 انتوكس سليم سانيش انتوكس انفو 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 رئيس كوريا الشمالية عرفتوا رئيس كوريا الشمالية نحكيو عليه ولا اي حتى بالكذب ما يسالش انفو تحبوا جي معناها لازم جي انتوكس انتوكس ما جايبو والله نحبوا انا رئيس كوريا الشمالية تصدقوا شبيك نحب عرفت هذاك نجيبوه نعديوه في شارع بابو جاي وروح هكا هو طرف طريق للدنيا لا نحبوا معناتها ماذا بيا يعمل زياره لتونس عندي صديق مشى لكوريا الشماليه يحكي لي معناتها كيفاش الظروف غادي في البلاد وكيفاش يعيشوا ما تنجمش تدور في البلاد وبتليفون تصور ما عندكش حق لا 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 وتبدا انت توريست يلزم معك مرافق المرافق هذاك يخدم في الميليتير شنو ما تدورش وحدك جمله في البلاد والمتاحف واحد لا علاش لا ما عندكش ما تصور وتليفون كونترولي ولي شنو صورت وشنو عملت وشنو باش على بلاده اكزاجيري شويه برشا مش شويه شنو معناها اكزاجيري هي ما نعرف اللي تترشق ترشق هذيك اسمع جوستومون يا نهار اللي لقاو هكا الفضوى للي انا لما الردع نتاعو قلنا مبالغ فيه اما تلمو تحس بالسعاده بالقهر وبالنقول مثال يا خويا جي حتى جمعه ما عندي حتى مشكل وليت نحبه الحقيقه وليت نحبه رئيس الدكتاتوريه ولا خوفه بعد اليوم باهي علي اوكي هو لا محاله عنده الردع ومش الدكتاتوري يردع اما طريقه الردع نتاع تطبيق قانون عندنا الردع في تونس احنا ما نطبقوش قانون سي سامبل معناتها الحكايه كانوا اليوم بلاد طبق في القانون اللي هو موجود باش ما يقعدش حبر على ورق طول البلاد تنظف اوكي ترجع انت القانون تلقى راه عندنا قوانين تنجم ترجع للبلاد
حضريه في نهار راه ما يجيبش كون يطبق القانون. صحيح مش القانون، قلت لك الاراده نتاع تطبيق القانون موجود. صحيح ما كان طبقوا القانون في كوريا الشماليه عندك اراده ولا ما عندكش سياسه بالقانون ولا بلاش بسيب عليك. مره مشى الاستاد لا كونتر معناتها الحق كيما ذا مشى الاستاد مره استاد تصور انت فيه 90,000 اللي يهز استاد كوريا الشمالي كبير برشا يقول له مع السلامه ياخذ درجيني صافي ليه في زهره هو ليه البارتي اللي مشي استاد فارغ يتفقد فيه مشي دار شنو خذ هكاك للصباح زهر بزهر مشي البارتي يلقى فيها كرسي مجروح شوي ليه مش شاد بلاصته معناها كرسي مش مدورينه بالفيس بتل قالوا لهم وين المقاول اللي عمل الاستاد؟ عدمو نعم تصور الزهر نتاع المقاول هذاك 90,000 89,000 999 كرسي لاباس كان الكرسي هذاك في قبيل في قبيل مشى وين الكرسي هذاك مشى وين الكرسي هذاك وباز هز واحد صباب هاي فما كرسي صباب هذا في كوريا الشماليه فما صباب طبيعه مالك كيفاش هذاك شاد رئيس جماعه الموف غادي هذايا مش فما فازا نتاع حتى العم وقبل العزاء ايوه حتى خويه وعمه ترشح كاس العالم في 2010 مشى تلعب في سود افريك مشاو الميليتير يشجعوا لا فما جوار فما جوار فما جوار اللي ماركا هذه الانفورماسيون نحب نعرفها صحيحه ولا لا فما جوار ماركا باش ترشحوا ولا باش هزوا كاس فريع كاس اسيا ولا حاجه فاهم انت لا دي كوريا الجنوبيه كوريا الجنوبيه هذه كوريا الجنوبيه مش كوريا الجنوبيه فما جوار بقى مهدد في كوريا الجنوبيه ما يتعفاه من الخدمه الميليتير الا ما يهز تيتر هز تيتر مش عارف هو خاطر الميليتير نتاعهم عامين عامين خاطرهم باي اخي اخبار في سافيسا دونك انتوكس انفو الاخرين انفو انفو زوز انتوكس انفو سليم انتوكس انتوكس الاخبار شنو يقول فتاة تؤجل الرد على رسالة شاب بضعة سنوات انفو مادام تؤجل رد فتاة انفو خلي كمل خلينا نسمع نكمل فتاة تؤجل الرد على رسالة شاب بضعة سنوات كي لا يعرف انها معجبة به بضعة سنوات سبع سنين بهيش تو عفوا بالطبيعة تحب تجاوبك نأكد لك هي تونسية لا ريت الحكاية الكل غزلت لي وقال نسيك تحب تجاوبك نجاوبك البنية ولا الولد حاجة احنا قادرين نعملوها صدقني تونسية سور أكد لك الأنف هذه نتاع طفلة تونسية مش في تونسك هذا الشرق الحق والله لا في الشرق الكل اون جينيرال لا الأنف عند المرأة كلهم عندهم إلا أنا شنو عندكش الأنف؟ لا عندي الأنف على الآخر أما الرد على الرسائل عندي ما عندهاش الأنف عندك ما عندكش الرد على الشعر الرد على الرسائل لا عندها الأنف ماجيسكول أنا عجبتني بضعة سنوات كان جيت شفت القام 17 سنة تصور عبدة جا ميساج سالو النجم ونحكي وتقعد 5 سنين ولا 10 سنين بعد تبعث له وي تلقاه ديجا قاعد يعرس لولده معناها تلقاه عنده 7000 أمي ولا ما شفتوش الميساج حلتهم بعد 6 سنين ترى هذه اكسبري معناتها نحكيو على وحده اكسبري يعجبها موجود موجود تتعمل في تونس باش ما يشلقش اللي هو يعجبها اوكي تصير سير سيرتو في تونس في تونس نعمل درج انتوكس هي في تونس سامحني انتوكس تعمل هي تكتب هو ما تكتب في الجمله فهمت هل اريد ويدخل وي في تونس ولا انتوكس ولا انا كان ديكريغ دونك انا ديكريغ لاتر اي لا ولا لا انا الخشم في تونس زعما اما الخشم عادي يولي ضعف راه البنات لازمكم تعرفوا وقتاش الخشم يضعف يولي ضعف يولي ضعف البنات لازمكم تفرقوا بين الخشم وبين الضعف راه فما فرق كبير كل جراير كل جراير لحظه من عمل الفيو كي كنت مشيت دقيقه نصائح مثال جاي بالحق اوكي فما فرق بين الخشم والضعف فما عباد تهرب كوتش مروه خاطر النزفه ما عندهاش لو كوراج ما عندهاش النزفه صحيت باش الاسوم ولا تواجهك ولا تقول نحكي معك بجد راك وفما عبيد جوست عندها خشم اللي الخشم هذاك يقعد شويه وقت مش تخسر عبد خاطر ديجا ما يكبرش ديك الخشم مع الاسف بعد ديجا العمليه سبع معناتها ساعات تطلع سبع لي سبع لي بيك هاو في تفاتكس اليوم انفو انتوكس انفو انتوكس بني باش نعمل ايميسيون وحدي نحكي لكم على الحكايه هذيا مش اليوم خاطر الجماعه قاعدين يقلقوا فيا مكملين معاكم في ترانكيلا نذكركم في اخر ساعه هذيا سالي فيكم دو تيكي لعرض الزياره اللي تلقاها 29 ديسمبر 8 تاع الليل بقصر الرياضه بالمنزل كي تعملوا باش هكا عزمني سوني 100 البلاد اللي نحكي كي تعرفوا البلاد اللي نحكي عليها اليوم في ميت جيوغرافي سينو هكا جوز 800 ما عادش نذكر فيهم اكيد الناس قاعدين يطلبوا طلعنا البلاد ممكن ما نفوت نلعبوا خلينا نلعبوا في ميت جيوغرافي نقول الشماليه ونقول الجنوبي دونك زوز لا ماهيش كوريا ارتاحوا ماهيش نحن انت نلعبوا نجربوا فيه زوز 2800 كاش اليوم في الكنيون